عندما يحضر لاعبان من طراز الحمروني من جهة والحارس اليزيدي من جهة أخرى تكون في الغالب الفرجة مضمونة، وهذه بعض العروض. بعد هذه العروض الشيقة نعود إلى اللقاء لنشير إلى أن الممرن حميد الذيب استعمل طريقة ذكية تتمثل في مباغتة المنافس بتحركات جماعية في هجمات معاكسة سريعة. كادت هذه الطريقة أن تعطي ثمارها في أكثر من مناسبة، خاصة وأن الترجي في المقابل لم يحسن التغطية الورائية بل لم يفكر فيها بالمرة. الترجي استعمل كل الطرق ونادي الحمنلف من جهته كذلك حتى توصل الترجي إلى تسجيل الهدف الأول كمريتون. وارتفعنا سقف اللقاء ونزل هجوم حمن الأنف بكل جرأة، وتمكن الجعايبي من تعديل الكفة على إثر ضربة جزاء، وهذه هي ضربة الجزاء. وتواصل نفس السيناريو في الشوط الثاني، ترجي هاجم بدون إحكام التغطية الشيء اللي خلى زملاء اليزيدي يحدث الخطر في أكثر من مرة على غرار هذه الصور. الترجي ألح على التسجيل ونجح نبيل معلول في تضعيف النتيجة. هذا نبيل معلول يضعف النتيجة مباشرة بعد تضعيف النتيجة. نفس اللاعب نبيل معلول يضيع هدف كان في متناول، ثم جاء هدف آخر ثالث يسجله الحمروري لكن كان أبيض لوجود تسلل واضح. وكان الختام مسك بقذفة رائعة من الحمروني وتألق الحارس اليزيدي، وهذه اللقطة. بالنسبة لبداية هذا الموسم عبد الوهاب الدرويش سيجيبنا بعد حين، لكن الأهم هو مثلا 10 نقاط تفوق في الترتيب على المنافسين التقليديين كالملعب التونسي أو النجم الساحلي، أو 14 نقطة على الإفريقي اللي تنقص مقابلة لا محالة. الترجي أظهر أنه الوحيد في بداية هذا الموسم اللي هو في صحة جيدة رغم التغييرات العديدة في التشكيلة ورغم تغيير الممرن، ولذلك كان أهلا لهذه التحية.